بص انا ايه هو الزفونه او المشكله اللي هنبتدي بيها النهارده؟ دي ان انا ممكن اخد اي زخارف من دي واحولها عندي لشكل مجسم جوه 3 دي ماكس. طب ازاي؟ هستخدم عنصر وسيط هو عباره عن برنامج اسمه الستريت. تعالى نختار مثلا اي حاجه من دول، ولنفترض دي مثلا على سبيل التغيير، وهاجي هنا رايت كليك واقول له هنا سيف از، مجرد صوره احنا جايبين، انا جايبها قدامكم اهي، واحفظها عندي على الديسك توب. خلاص شكرا، وظيفه كده مش لجوجل بس لازم خلصت. يكون في فورمات معين للصورة، يعني بي اي ام جي صوره مثلا تعجبك؟ لا لا، اي ولا صوره تعجبك. انا جبت الصوره وهاجي افتح ملف، مجرد ملف عادي، انا عارف انتم ما تعرفوش الاستريتور يعني. بس حتى لو احتجتوني هاتوني على الواتساب فويس مسج كده، اعمل ايه لو اتزنقت يعني. فانا عندي ادي الواتساب، عندي اللي هو الاستريت، وطلبت ورق اي 4 عادي خالص، ما طلعتش اكتر من كده. طيب عايز اجيب الصوره، ممكن اجيبها دراج اسحبها من بره، او اجي افتح الملف. ما حدش يعمل فايل اوبن للصوره، انا بتكلم افتح ملف جديد ثم اروح اعمل فايل بليس جواه. اهو فين هو، فين الصوره حضرتك موجوده اهي. طب تمام، فين الصوره اهي، هدوس واسحب الصوره جت. ايه ده يعني؟ انت قصدك ان احنا ممكن نخلي دي مجسمه جوه ال 3 دي ماكس؟ اه، بزرارين بس. انت ماسكه الصوره اهو، هتلاقي في عندك في ايه من فوق ظهر، تريس تريس ايمج اهي، ايمج تريس. جاست وان كليك، جاست وان كليك بس. طبعا هي ليها قصص تانية بس احنا اللي يخصنا هي دي بس. مكانها هتلاقي في عندك ايه؟ اكسباند تمام. هتلاقي الصورة اتحولت فيكتور، بس هنا في زتونة لازم تعمليها اللي هي ايه؟ الأول هجيب السهم الأبيض ده كده، أمسك الأطراف وأدوس على ديليت. عشان مش اهي. دي بقى محتاج. مش باشمهندس اللي ما كانتش بترضى تشتغل معايا، أي لا لما لا. اجي امسك بالماوس ليه؟ ما كانش بالسهم يرضى الأبيض. ابدا يتشال، ما بالسهم كانش الأبيض. بيرضى خالص. السهم انا الأبيض. عملت ايه؟ انا بعد ما دخلتها، ما بعد ما هقول لك. حفظتها دي دبليو جي، شلتها جوه الماكس ماشي مثلا، بس هنا بس ما رضتش تتشال بص على ال ال انا باجي اشيلها بالسهم الابيض، لان السهم الاسود بيمسك لي الشكل كله. السهم الابيض اه بيديني امكان ان انا امسك حته حته. اه والله امم انت من الرسمه دي كلها انت مش محتاجه حاجه غير دي. بص كده انا بدوس كده عليها ايه، واروح ساحبها كده شايفه، امم وتمسكي كل دي انت مش عايزاها، لان احيانا بتبقى فيه نسختين على بعض شايفه، دي ايوه بتموت لك صح. الماكس. اقول له دي انا مش محتاجه اللي دي. هتعمل فيها ايه؟ هستخدمها ماشية على باص بقى، اعمل فيها اللي انا عايزه. المهم ان انا اروح اطلعها فايل اكسبورت از، واقول له لو سمحت طلعها لي دي دبليو دي جي. دبليو ده جي الوسيط اللي ما بين اي حاجه والايه؟ فين دي دبليو جي؟ اه، واجي اقول له هنا سيف، وهيسالني انت عايز دي دبليو جي فيرجن كام؟ فممكن اخليها اقل فيرجن عندي شغاله. اوكي، والسكيل طبعا لو انت عايز تشتغلي بالسكيل. اوكي، طلعت كده كده. اه، وظيفه صاحبنا ده. معلش باشمهندس، نعم. معلش عشان النت قطع من ساعة ما دخلنا الإلستريتر، ممكن نعيد الحتة دي؟ بص انا باجي بعمل هنا فايل بليس، واجي اخد الصوره اهي، واجي ادوس من فوق على اكسباند. سوري، ادوس على الايمج تريس الاول في نفس المكان، هقول له هنا اكسباند، ثم هاجي اخد السهم الابيض ده كده ديليت. خلاص، ممكن امسك ده بقى لوحدها كده واسحبها لتحت، وكل الباقي ده اقول له ديليت، مش عايزه. انا مش محتاج من الرسومات بتاعتي الا دي اللي هتنفعك في الشغل. ثم حاجه اقول له فايل اكسبورت از، وهتيجي تختار من هنا دي دبليو جي وتقول له سي او اكسبورت. ايه النتيجه اللي هتحصل؟ بس انا هقفل ده بس عشان الدنيا ما تهنكش. خلاص، الفايل بتاعي طلع اهو، هروح جاي واخده دراج او اعمله فايل امبورت. امبورت كانه امبورت. فايل كاد اهو، امبورت اهو، جه الفايل اهو. فين الرسمه؟ ادي الرسمه. يا نهار ابيض، دي اللي كانت صوره؟ اه طبعا. حاضر احولها 3 دي؟ اه طبعا. رايت كليك واقول له هنا كونفرت تو، واحوله هنا يا امنيه بولي. حد فاكر بولي؟ انا ما عملتهاش كده يا باشمهندس، انا عملت لها ممكن ايديت موديفاي اكسترود. سبلاين. ممكن لا انا عملت لها ايديت سبلاين ورفعتها عادي. ممكن 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 كده، ليها كذا طريقه. هو اللي حضرتك عملتها دلوقتي ايه كانت؟ معلش، كليك يمين وحولها كونفرت بولي، كونفرت تو كونفرت اريتابل بولي. بولي. اه اه، هو ايه الفرق يعني؟ ايه ولا ما فيش فرق؟ صح. لا، هو في فرق يعني، في فرق لا ان انت يعني ايه تطلبي. الفرق بين ان انا اختار ايديت بولي من الموديفايرز وبين ان انا اقول لها كونفرت تو ايديت؟ لو انت دوست كليك يمين كونفرت تو اريتابل بولي، مش هينفع ترجع لي الهيستوري اللي كانت موجوده هنا، مش هيجيب لك اصلها. اه، لكن من لكن قائمه لما موديفاي تقدر بحطه تلغيه. اه خلاص،
هاجي هنا كده وراح جاي اعملها هنا اكستروت، هاجي امسك البوليجون اللي انت عايزاه اللي هو ده، ثم هاجي اقول له هنا اكستروت اهي اهي، وراح جاي رافع الكتله بتاعتها. يبقى هنا فجأة اتحولت ايه؟ شكل مجسم. حد شايف حاجة؟ تمام. جميلة، أنا عجبتني جدا، أنا حسيت إن وصلت؟ هي اختراع بيسهل طبعا حاجات طبعا كتيرة جدا. الموضوع طب سهل معلش يعني. باشمهندس، ممكن أسأل حضرتك حاجة في الإيديت بولي افتكرتها دلوقتي؟ أنا لما بيبقى عندي بوكس وباخد ببقى واخدة من الثلاث جهات بتاعته بوليجون وعايزة أعمل اكسترود، مش بيطلع الثلاث جهات، ده بياخد الجهة اللي قدام ويدخل ايوه بيها أو يطلع بيها. انا كانت بتحصل معايا الحركه دي برضه. اه انا استغربته قوي، انا فاكره انه يعمل اكسترود من التلاتة، لقيته بقى يطلع لا مش ويدخل فاهم من يعني ايه اللي يعمل اكسترود قدام. ثلاث، يعني انت عندك الاوبجكت ده يعني اهو ادي كونفرت تو اداتور بولي، حضرتك هتيجي تمسك البوليجون اني اوكي، واحد هو طبعا بيبقى لازم يبقى فيه سيجمنت عشان تقدر تاخد مثلا. لا حتة احنا منها بنتكلم عن مثلا. اكسترود مش مشكله، يعني انا بتكلم على اكسترود، عايز تمسك ايه؟ لو حضرتك خدت التلاتة اللي بقى البوليجون اللي هو اللي في الوش والاتنين اللي في الجناب، امسكه واعمل بقى اكسترود. لا احنا هيعملوا اكسترود ازاي؟ لما هم يعني ثلاثه في ثلاث اتجاهات. ثلاث مختلفة اتجاهات التلاتة في اتجاهات مختلفه اصلا. فكره، لو حضرتك مسكت يعني الادج ايه؟ وعملت لها كونكت، هو اه بيكونكت على الاربع جهات، مش بيكونكت على الثلاثه بس مثلا، يعني مش بس الاكسترود. لا مش فاهم ما هو يعني ايه كونكت على انا الثلاثه. كنت عامله كونكت لا اعرف وكنت بس سؤال واخده. سؤال بس اعرف يعني ايه اه كونكت على الثلاثه. يعني مثلا سي انا عايزه مثلا اعمل عرميس على ثلاث جهات، ماشي فبمسك الادجز ماشي، ادي وبعمل الادج لها سهي، دي كونكت. واحده دي واحده، ادي الادج سهي اهي، كنترول اهي لا الادجز اللي في الجناب بقى مش مهم، يعني اللي هم دي لا الادجز الطويل بالطول مش بالعرض. فوقيه اللي هما مش دولت. ماشي ايوه اهي ماشي مالها دي كمان. كلهم. كلهم بقى الثلاث جهات. انت عايز طب وتعملي ليه في ثلاث اربع جهات؟ ما انت تزودي سيجمنتس خلاص، يعني هو ايه السبب؟ هما ثلاثة بس، ما تعملش بقى في الرابعة؟ هي كده هتعمل في الرابعة بقى معايا، يعني كده هتكونكت الأربعة مع بعض. طب ادي all time ماشي، اعمل ايه بقى؟ مش فاهم برضه، يعني انت هتدوس على كونكت بعد كده؟ هي ودوس كده على عملت كونكت. ايه بقى نعم؟ كده عملت كونكت لأني فيسز. اللي انت اخترتيه؟ ما هي تو بس، هم اتنين بس مش التلاتة. انا مش يعني فاهم. حضرتك يعني حضرتك عملت ادي فيس، والفيس الفيس التالت معليهوش خطوط. لا هو سؤال بس، هو انت ليه هتعملي على الفيس التاني؟ طيب ايه السبب؟ هو يعني مثلا سؤال لو بس، عندي كتب. سؤال سؤال وهعملك انت عايزاه، يعني انت جيتي اخترت ده كمان وجيتي هنا تمام. عملتي هنا كونكت، ليه هو بتعملي سيلكت للثلاثه؟ ايه السبب؟ هو كده عمل على الأربعة أصلا، هو مش عمل ماشي ماشي التالتة. ماشي، ايه السبب برضه؟ يعني ايه السبب مثلا ان انت تعمل؟ يعني طب ما تزودي سيجمنت. احنا لا بنعمل ما احنا ب... طب مش حاجة اتفضل. يعني احنا بنزود سيجمنتس في الاجزاء، احنا بنحاول نوفر سيجمنت. يعني انا ممكن اروح ازود سيجمنتس من هنا، خدت بالك، وفي اكسترود او اي مكان اروح مزود سيجمنت، لكن ده انا بروح اختار اجزاء معينه عشان اروح اعمل فيها كونكت عشان ما يزودليش هنا وانا مش محتاج. يعني هي الاساس بتاعها ان انا بختار عشان ما انا مش محتاج الباقي، خدت بالك؟ يعني انا هنا بشتغل هنا عشان اروح اعمل هنا كونكت. سيجمنتس يعني مش بيبقى عندي سيجمنتس، مثلا هو بيبقى سيجمنت على الحته اللي معموله اكسترود، بس انا لو عاملاها ب اس بي لاين يعني ساعات مش بيبقى فيه سيجمنتس، لا ما انت فبضطر ان انا اعمل. فاهميني بس واحده واحده، يعني انت عايزه 2 دي، انت حضرتك عايز تعملي 2 دي ماشي، ريكتانجل مثلا. اه ماله ده، قولي انا معاك. انا مش فاكره كانت ايه يعني كانت ايه، بس انا فاكره انا حاولت اعمل كونكت لثلاثه فيسز، يا فندم لان هتعمل دي واحدة بس، الفيس اللي ورا دي كان ست على أنا حيطه. بس عشان أقول لك حاجة بس، هو كونكت ده ما بيروحش يلحم الكلام ده، هو كونكت ده وظيفته إن هو يزود لك سيجمنتس في الحيطان اللي أنت ماسكاها فقط. عايز اسوي سيجمنتس عشان اعمل عراميس على ثلاث جهات، بس الرابعه اوريدي هي سانده فهمت؟ على حيطه أه انا مش طب بص، محتاجاها. أنا هاجي أخش هنا على إيديت بولي أهي. يعني أنا هاجي أقول له هنا إيديت بولي. واجي هنا من ايديت بولي، انا ممكن اروح اشتغل خالص من غير ما اجيب اكسترود من بره. يعني الوضع من هنا اهو، انت ممكن تيجي تروح انت جاي عامله هنا اكسترود ليدي كده اوتوماتيك، يعني بالمقاس ومن غير مقاس زي ما انت حابه.
ثم هتيجي تمسكي هنا مثلا الادجس الفلانيه، ده عايزاها بالطول ولا بالعرض؟ بالطول. هتعمليها داير داير؟ بس بقى 3 جهات، يعني الجهة الرابعة لا. بس خدي بالك انت كده في عندك عنصر مشترك، يعني ما انت هي دي عايز بقى تعمليها، انت عايز تعمليها الجنب ده والجنب ده فقط؟ تلات جنيه، التلات جنيه الجنبين اللي في الجنب والجنب اللي في الوش، اللي ورا ده بقى ده مش عايزاه عشان ده ساند على الحيطة اوريدي. ما هو ما هو انت خلي بالك في حاجة، انت عملتي ده، انت عندك امر كونكت، الكونسيبت بتاعه ماشي ازاي؟ بيعمل لك ما بين تو ايدجز صح؟ طيب جيت انت هنا اهو كده ما بين تو ايدجز، ده وده صح؟ تعالي هنمسك ده كده وفاضل لنا كده واحد. تمام. لو عملتي ده الدايره هتقفل، فلازم يعمل لك في الاربعه. انت فاهماني؟ ايوه، ما يدينيش يعني انت كده لو الارض. انت جيت اخترتي ده كده هيعمل لك في الاربعه، لان انت اخترتي قفلتي له الدايره، انت اخترتي الاربعه. انت فاهماني؟ ده كده غصب عنه، هو فهم كده. ما انا اضطريت اعمل العرميس على 4 جهات و على فكره انت انت ممكن تروح تزودي السيجمنتس، وما تعمليش عرنيس ولا تعملي بارز ولا غير. هي اعرف حاجه، انا دلوقتي لو عامله حيطه في الفيو بورت اللي هو الليفت وعملت اكسترود لورا، فما بقاش عندي سيجمنتس طوليه، حضرتك فاهم ازاي؟ فمش هيبقى عندي سيجمنتس ان انا اعرف اعمل عليها العرميس، فاضطريت ان انا اعمل العراميس بقى يعني في كل الجهات وخلاص عشان موضوع الكونكت ده. عشان تقبل معاك صح. اه انا كنت هقول لك اعملي العرايس اللي انت عايزاها كده اهي، وابتدي انا اشتغلي. انا بقى سؤالي يا باشمهندس، انا ينفع امسك بوليجوم من الـ3 جهات واعمل اكسترود للـ3 في نفس الوقت لا جهات مختلفة عشان والله. جهات بص مختلفة؟ بس اصل والله طب انا كنت بمسكهم يروح اجرب داخل حاجة. لجوه. ما هو انت جرب على كده حسب حركة. على حسب البارز والغائر. بصي ايوه اهو، بص حضرتك بيطلع ويدخل لجوه، ما عشان ما انت بيطلعش مدياله، من الـ3 جهات. ما طبيعي لان هو كل واحد في اتجاه مختلف. يبقى هو ممكن فعلا عشان الاتجاه. طيب شكرا يا باشمهندس، معلش. لا مش حاجة، أمنية كده خلاص ولا كاتمين الكتاب؟ طيب باشمهندس، قبل ما تمسح ده معلش، لا ماشي. انا لما جيت ارسم اللي هي العواميد اللي بالطول، انا بس للاسف الفايل مش معايا دلوقتي عشان اعمل له شير، العواميد اللي بالطول جيت عايزه انقلهم كوبي، بختار البوليجونز اللي انا عايزاها بارزه زي ما هي واعمل لها كوبي، مش بتتعمل، فازاي اعمل لهم كوبي؟ كوبي والعواميد بارزه؟ يعني زي الرسمه بتاعت امنيه دلوقتي، العواميد اللي في السور الخارجيه ماشي. ده مش اوبجكت عاملاها، ما ده اوبجكت مستقل بنفسه، ومال ده ومال ده؟ لا مش العمود اللي هو مستقل، مش السور فيه اجزاء بارزه وجزء فيه الشباك، يعني السور عباره عن ايه، جزء عناصر حته بارزه عناصر وحته فيها مستقل الشباك. عناصر مستقله ولا من داخل الاوبجكت؟ لا يعني انا لما رسمتها عملتها ايديت بولي وقسمت السور حته مثلا منه، خدت حته عملت لها نسبه للثلاث فيها لا لا 3 شبابيك بلا وعملت سؤال بوليجون بارز. ماشي. السؤال بتاعي مش نفس الاوبجكت؟ يعني ايه نفس الاوبجكت؟ يعني هم اوبجكت وانت عملتي بروز منه او عملتي غطسان فيه، طيب هتكوبيهم ازاي؟ ما هم كلهم عباره عن اوبجكت واحد، الا لما انت تيجي تعمل لها ديتاتش. ديتاتش دي اللي هي تفصيل الكتله عن اصل الشكل، يعني امسك دي كده اهي واجي اقول له ديتاتش لو سمحت تفصلهم لي كده، انا اقدر احركهم واكوبيهم واعمل زي ما انا عايز. يعني الاوبجكت موجوده اهي زي ما هي، خدت بالك؟ وده اقدر انسخهم لوحدهم. ده انت فاهماني اقصد ايه؟ يعني انت لازم تفصليه عشان يحس ان هو عباره عن اوبجكت لوحده. عشان كده يمكن ما كانش بيتعمل. لا بس انا مش عايزه مكانه يبقى فارق. ما انا ساعتها اخد شيفت كوبي، شيفت موف يعني، فهيسيب لي، هيسيب لي ده في هسيبك مكانه نسخه. ويديني واحد زيه. هسيبك نسخه وخدي من النسخه. تمام كده. وصلت؟ تمام، شكرا يا باشمهندس. بصوا احنا المره اللي فاتت خدنا الشوط اللي هو المجمع اللي هو فيه شوط منظر البحر اللي انتوا طلعتوا منه الشكل يعني. طيب كل جزئيه اللي احنا استخدمناها المره اللي فاتت دي كان فيها ايه؟ كانت عندك فيها كاميرا، وكان فيها لايت، وكان فيها ماتيريال، وكان فيها ريندر. هو كان مجرد عرض كامل لمجموعه الحاجات اللي احنا هنعملها افراض على بقيه المحاضرات اللي هي الباقيه معانا لحد اخر الكورس، لحد ما نطلع شوط ايه في الاخر كامل او ريل زي ما انت ايه خدتيه بالكامل. هنبتدي ناخد الكلام ده بس هنقلل بقى من موضوع المودلنج. احنا استوينا مودلنج، خد بالك؟ فاحنا هنبتدي ان احنا نجيب ايه حاجات جاهزه.
فرضا ان انا هجيب من ضمن الاوبجكتس اللي هي اللي موجوده، هجيب هنا عنصر جاهز او هجيب مثلا موديل جاهز سواء من النت، وفي عندك حاجه مشهوره قوي دايما موجوده دي، انا اعمل لها داونلود فايل من ضمن الفايلز، ودي الحاجات دي انا بعتها لكم برضه. تعال ناخد فايل من دولك مثلا زي ده، والفايل ده انا هبعته لكم عشان انتوا هتعملوا زي ما انا بعمل بالظبط. يعني هعمله فايل هنا سيف از، وهاجي ايه هبعته لكم، هو اسمه دبل ايه. طب تمام. طيب الفايل اللي موجود قدامك ده لو انت جيت بصيت فيه، عندك البورتس الاربعه هتلاقوا عباره عن شوت انتيريور، وفي يا دوبك سفره صغيره وفي شجر وفي حاجات كده بسيطه يعني. حد شاف المنظر ده؟ حد شايفه ولا؟ سواد سواد. انا بقى انا بقى عايز اشوف السواد ده، انا مش شايف حاجه. فانا هروح اقول له لو سمحت قبل ما تشتغلي خالص، عند كلمه يوزر ديفايند هنا اهو، حضرتك هتروح تشيلي الشادوز، واروح اقول له استخدم لي الديفولت لايت اللي هي بتاعت الماكس. يعني هاجي كده مرتين اخلي دي من غير شادو اهي، واقول ديفولت لايت ابتدى ينور. تمام. هو كده انا اقدر اشتغل جواه. بقى عايز ابتدي اروح اعمل كاميرا، احنا خدنا الكاميرا مجرد كده بالحب، مجرد تجربه، يا اما اروح اجيب لها السكريبت بتاعها اللي هو الملف الصغير اللي انا بعته لكم، او لو حد عنده فيرجن غير 18 هيبتدي ان هو ينادي على الكاميرا زي ما احنا خدنا برضه. حاجه اقول له هنا ران سكريبت، واروح اجيب ملف الكاميرا، اهو، واعمل زوم ان عشان تظهر، همسكها، مش دي الخطوات؟ طب حد يملهاني كده، بعد ما انا مسكت الكاميرا دي هعمل ايه؟ كنترول سي بعد كده سي، كنترول سي سي. متاكدين؟ لا لا في 18، لا في 18 لازم تمسك الكاميرا، تمسك الكاميرا كليك يمين، ماسك الكاميرا اهي، تنزل في البرسبكتيف، في البرسبكتيف كليك يمين. اعمل ايه بقى كده؟ كنترول سي سي. طيب بس خدي بال حضرتك، انت قلت لي ايه؟ انت هتنزل في البرسبكتيف، هل ده برسبكتيف؟ لا يعني لسه ما ظبطناش الكاميرا. دي المفروض نخليها فيري. لا 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 هو اوريدي في فيزيكال كاميرا. خلاص انا هعمل لكم مشكله بس عشان بس تاخدوا بالكم، دي لازم تكون برسبكتيف عشان الخطوات بتاعتك تكمل. انت ماسكه دي كليك شمال، تنزلي كليك يمين، ثم تيجي ودي اسمها برسبكتيف، وخلي بالك من الكلام ده لما تيجي تسمعي الفيديو تاني. حاجة بعد كده دوس كنترول سي ثم سي. طيب المشكلة دي هتظهر إيه؟ المشكلة دي يا باشمهندس هتظهر حتى في اللي عنده فيرجن أعلى من 18؟ لا لا يعني أنا بتكلم، لا أنا أنا عامل المشكلة دي تحديدا عشان لو أنت عاملة كاميرا، ممكن تعملي كاميرا 2 3 10 تاخدي بالك وأنت عاملاها، لازم دي يبقى اسمها برسبكتيف لو عايزة تدوسي كنترول سي ثم سي. تمام. عشان أنا عامل المشكلة تحديدا أساسا عشان كده. طيب بعد ما أنا عملت دي كده هروح أقول له أنا عايزة أشوف السيف فريم ده الكادر بتاعي أو اللي إحنا هنشتغل عليه. هتشوف حاجة؟ وهعمل كده سيف. طيب انا عايز ابتدي اشتغل، طب انا هشتغل ازاي؟ انا هعمل ريندر كده اشوف الشوت الرائع ده كده عامل ازاي. هو كان في خطوتين يا جماعه دايما بنعملهم اللي هي بتاعت تيست ريندر، اللي هم ايه؟ بنقلل نخليها اللي هي اسمها ايه بقى؟ بنختار الجي اي اللي خش خليها ريدينس وخالي دي كده 500. احنا كده حفظناهم من غير ما نعرفهم بس لحد ما ناخدهم ايه في الشهر. طب تمام. طب باشمهندس معلش، هو انا المفروض ادوس تحت سيف عشان لما بقفل الفايل ده؟ طب انا لما بقفل الفايل وافتح فايل ماكس تاني بلاقيه رجع للاصل خالص وبرجع اعمله في الفايل الجديد. ده طبيعي، انت لازم يعني هو ما بيحتفظش بيه في الماكس نفسه، بيحتفظ بيه داخل الملف نفسه اللي انت فتحته. ايوه دي كده حضرتك هتيجي تعملي ايه؟ فايل سيف عشان يتحفظ داخل الملف ده. وتعالي كده نعمل هي ريندر عندنا، هتلاقي الشوت عندك طلع رائع يعني. هو مفيش لايت اصلا يا باشمهندس. دي واحده وانا ما كنتش عامل حسابي على دي، المفروض ان هو يطلع اسود بس تقريبا في ملف ايه او في حاجه ايه ما اتشالتش المايه. لما باجي اعمل ريندر انا ما رحتش عملت غير الكاميرا اللي انتوا شفتوها، ده الشوت المفروض ان هو يطلع دلوقتي. انا كنت بتري عليه من شويه اقول بقول لكم شوت رائع، ايه رايكم؟ نفس فكره البحر ما كان اسود برضه، الدنيا الدنيا سمراء، الدنيا ما فيهاش اي حاجه خالص، لان انا ما عنديش ولا اي مصدر اضاءه ولا اي حاجه منوره. تعال بقى نبتدي ايه نشوف ايه موضوع مصادر الاضاءه.
انا اول حاجه ممكن اروح انور بيها المكان ده يا محمود، ما اعرفش انت لسه موجود اه ولا لا، هتيجي عندك هنا اهو من قائمه ريندرنج هتلاقي في عندك هنا ايه environment. من جوه environment انا ممكن اروح اغير لون الباك جراوند، وممكن اجي هنا جوه كلمه نان اقول لو سمحت روح هات لي بي ري او سكاي او فيري سكاي. نزل تحت كده شويه اهي، هتلاقي في عندك هنا ايه فيري سكاي. يبقى انا ولا عملت شمس ولا عملت اي حاجه خالص، كانك انت بعد الفجر كده بتلاقي في عندك الدنيا منوره من غير اشعه شمس. بص كده لما هاجي اعمل هنا ريندر وقول لي شط بالنسبه لك كده فرق اه ولا لا، بس بعد ما يطلع هل الشط نور؟ في حاجه نورت؟ اه بقى في اضاءه خارجيه من بره. هو غير اه غير اول مره، اول مره آه. كان كله كان اسود دلوقتي الشبابيك منوره. لا مش الشبابيك بس، ده المكان كله هينور. ايوه اه اه لسه ما ظهرش عندنا. ايوه خد بالك انا واخدها لك مراحل، من اول ما الشط عندك لونه اسمر ثم ابتدي ينور كانك انت بعد صلاه الفجر كده بتلاقي فيه ايه، بتلاقي في عندك الدنيا مش اشعه زي ما بنقول، بس من غير اشعه شمس، يعني لسه ما كانش فيه شروق للشمس. خدت بالك؟ يبقى انت كده عندك اول حاجه من مصادر الاضاءه اللي موجوده اللي هي من قائمه ريندرنج على ريندر ايه؟ على الانفايرمنت، بروح اقول له لو سمحت انا عايز في ري سكاي. وصلت؟ طيب انا هبعت لكم الفايل، انا عايزكم تعملوا زي ما انا عاملها بالظبط، واللي عايز يكتب خطوه كده. ايه ده؟ اه لا نكتب يا باشمهندس، انا كده مش لا زي ما انت عايز، اللي يريحك اعمليه، انا مفيش مشكله بالنسبه لي خالص. طب احنا يعني نعيدها نكتب نعيدها نكتب، انا لازم اكتب. اجي من قائمه ريندرنج واجي هنا على انفايرمنت اهي ريندرنج انفايرمنت، انا جايبها جنب بعضها اهي، وهاجي هنا دي المفروض كانت نون. فيري سكاي اوكي وصلت؟ ماشي جربها دلوقتي. يلا انا هبعت لكم الفايل على الواتساب. انتوا نزلتوا الحاجه انا بعتها لكم على الواتساب ولا؟ بعتها لكم على جوجل اللي هي الجوجل درايف، حد عمل حاجه فيها؟ انا نزلت الماتيريال وال كذا حاجه كده يا باشمهندس، بس كان في حاجه فيها بي دي اف فايل، البي دي اف فايل ده ما كانش موجود، انا مش عارفه دول بتوع ايه. البي دي افات دي اللي هي بتاعت الكتل، فاكر الباشمهندس اميره لما قالت لي بعدين اه انا طلبته اكتر من مره بس اعتقد لسه ما وصلش. لا هو ما انا كل مره كنت باجي بحمله كان بيفصل مني ان الحجم بتاعهم كبير قوي. اه انا فاكره اخر مره نوها قالت لحضرتك لو ممكن نجزئهم على اجزاء لو ينفع يتقسم، حضرتك قلت لها هتشوف اه في الغالب اه في الغالب كده لازم وبعدين حضرتك قلت لها ان شاء الله هشوف وبعدين ما بعتناهوش برضه. دايما انسى دايما تنسي كده صح؟ لا لا شكرا. بص هو الفايل انا لسه ببعته دلوقتي، هو الفايل حجمه كبير خدت بالك، بس انا ايه ببعته لكم على ضغطه وانت هتفكيه. هو ده كان مبعوث من ضمن الحاجه بس انت هتفكيه. في حاجة وصلت عندكم؟ لا أنا ما فيش حاجة وصلت. لا مش حضرتك هتبعته على الواتساب صح؟ آه آه لا ما فيش حاجة. والفايل حجمه العادي 114 ميجا وأنا ضغطته بحجمه 11 ميجا.
وصل يا باشمهندس. طب تمام، دي من ضمن المفاتيح حطيه برضه من ضمن الفولدر اللي احنا بنشتغل جواه، هتبقى هو حجمه لازم يتفك، يعني لازم كليك يمين اكستراكت هير عشان تقدر تفكيه تقدر تشتغل بيه. هو حجمه 114 ميجا. انا بنزله دلوقتي حالا. ايه باشمهندس، وحضرتك بعت الفايل حاطط اوريدي عليه الفيري سكاي دي صح؟ اه انا خدت بالي دلوقتي ان هي محطوطه اصلا. يعني اكمل عادي ولا هو اكمل عادي؟ راح فين؟ وهتكملي ايه؟ نعمل بقى الريندر عشان نشوف الشكل. بتهيألي هو ده اللي فاضل. هو حاطط وحاططها. انا بتهيألي بقى نعمل ريندر عشان نشوف. لا بس الاول لازم نعدل الريندر. ظبطت يا جماعه؟ إيه باشمهندس، حضرتك حاطط اوريدي في الانفايرمنت الفيريس كارد. كليك ما عشان بس اعرفكم ان انت لما تيجي تدوس عليها كليك يمين كلير تشيك معلومه. يعني اعمل لها ايه؟ حضرتك تدوس عليها رايت كليك يعني اه انا ادوس وبعدين ارجع اجيبها انا تاني. ايوه عشان اعرفكم بس المعلومه انت لو عايز تمسحيها يعني. انا ادوس عليها بقى عشان اجيبها تاني. هو احنا بس بنعمل في ري سكاي باشمهندس صح؟ اه يفهم في ري سكاي بس حضرتك تعملي رندر نفس اللي انا عملته بالظبط. في ري سكاي و 500 ده الريندر كمان مظبوط. مجرد بس اعمل ريندر.
باشمهندس انا بعتها اهو حضرتك قصدك بس كده صح؟ اه تمام اشوف تمام ابص عليها ولا ماشي. ايوه الله ينور عليك بس شكرا. بس هي ليه طالعه عندي بيضه؟ حضرتك واقف في البرسبكتيف اللي هو مكان الكاميرا. طيب انا كده في عندي بس مشكله. ايه هي المشكله؟ مشكله التذكر، يعني انا اتذكر الشوط اللي فات وايه هو الفروق ما بينه وبين الشوط الثانيه، دي مشكله شويه. فانا كنت محتاج ان انا اعمل حاجه، اعمل ايه؟ حد شاف حرف الاتش اللي تحت ده؟ بدوس عليه. ايه اللي ظهر في الجهه اليمين؟ سوري، ايه اللي ظهر في الجهه الشمال؟ دي عباره عن مجموعه شوتس، مجموعه شوتات انا كنت بجرب فيها في الكورس الثاني بحيث ان انا اقدر اقارن ما بين شكلين. يعني اقارن ما بين الشوط ده والشوط ده. الكلام ده هيظهر ازاي؟ هقول لك. انا اروح بس الغي الكلام ده. معلش ايه حرف الاتش دي تاني؟ واجي هنا اهو كده، اروح الغي الكلام ده كده خالص. باشمهندس هو فين حرف الاتش اللي حضرتك قلت عليها دي؟ خلاص حرف الاتش اللي هو الموجود عندي من تحت اهو، هو اللي بيظهر لي الكورنر اللي هو الشمال اللي هو. طب ده بيعمل ايه؟ بحفظ جواه مجموعه الصور كبريفيو، اقدر اقارن ما بينها وما بين ايه؟ اي حاجه ثانيه. طب هشتغل فيه ازاي؟ انت هنا اهو هتيجي تدوس على ايه؟ اون الاول عشان يشتغل. هيقول لك انا هحفظ لك مجموعه الصور اللي انت بتعمليها بريفيو دي فين؟ مطرح البروجكت ما هو موجود. ايوه عشان اعمل ايه يعني؟ عشان اجي ادوس على شكل الديسك ده فيجيب الصوره دي ويخزنها لي عنده هنا اهو. حد شايف؟ طيب انت معايا ولا فين؟ تمام. عملت ريندر تاني، الصوره هتطلع وادوس كده بقى فيها. هنا عندي كام صوره؟ اثنين. اقدر امسك الصوره الاولانيه وادوس على حرف الاي، وامسك الصوره الثانيه وادوس على حرف البي عشان اقدر، هو كده حط لي الصورتين عشان اقدر اقارن ما بين قبل وما بين بعد. بس تمام. خليها لحد ما نجيب صوره فيها فرق بس دلوقتي. خلاص دي حاجه مهمه كمان. طيب دلوقتي انا في عندي بس حاجه ثانيه، انا رحت عملت هنا النور اللي هو بتاع السماء او السكاي لايت، خدت بالك، من غير اشعاعات شمس، بس انا حاسس ان الصوره نفسها مكتومه شويه او درجه اللايت فيها قليل شويه، طب انا هظهره ازاي؟ القصه عندي بقى هتلاقي في عندك وظيفه اسمها برايتنس. حد عارف زرار البرايتنس الموجود في الموبايل عند كل واحد مننا؟ والله هو انا بزوده ليه؟ الشاشه بتبقى معتمه. بزود ال هنا بردك انا عارف عندي نفس القصه، الزرار اللي هو بتاع الاضاءه بتاعي اللي موجود هنا هي عباره عن وظيفه اسمها جاما. ايه الجاما دي؟ جاما. موجوده فين؟ الجاما دي موجوده في حتتين. اول حاجه موجوده في 3 دي ماكس هنا كاستمايز ريفرنس ازاي. دايما بخش عندي ناس بتكتب، انا سامع خط القلم بس بص معايا وبعد كده اعمل ايه؟ طيب مش حاضر. من كاستمايز هنا هتلاقي عندك هنا ادي الجاما اهي. انا بخش هنا جوه 3 دي ماكس لمجرد ان انا اتاكد بس لا اكثر ان هي شغاله وان القيمه بتاعتها 2.2 لا اكثر. خدت بالك؟ يعني هي موجوده فين بقى اللي الناس عايزه تكتب؟ اول مكان موجود فيها درجه البرايتنس اللي هو جوه 3 دي ماكس اللي بزود درجه اللايت او درجه الاضاءه من كاستمايز ريفرنس سيتنجز، واخش عندي هنا على الجام اللي هي دي. تمام. طيب تمام. دي ما بجيش جنبها، بتشيك عليها مره وخلاص. طب ما انت بتروح تزود الجاما دي منين؟ من جوه بقى البي ري، من جوه قائمه ريندرنج على ريندر سيت اب. هتلاقي في عندك من ضمن الاوبشنز اللي هي اللي موجوده، هتلاقي في عندك جوه البي ري في حاجه اسمها كلر مابنج. الله، طب ما فيش جاما، لازم اجي ادوس على كلمه ديفولت اهي اللي هي دي. الجاما ظهرت، حطيتها لي كام؟ 2.2. طيب بس هنا في مشكله. هو هنا انت مشغله الجاما بتاعه البي ري ولا مشغله الجاما بتاعه 3 دي ماكس؟ ما اعرفش. طب تعالي كده دوس على كلمه مود، انت مشغله بتاعه مين؟ ايه نو كلر مابينج ده بيقول لي نو ما كلر مابينج. كلر مابينج اللي هي بتاعه البي ري بس. طب هنا كلر مابينج اند جاما، يعني هنا هتشغلي بتاعه الماكس وبتاعه الايه؟ بتاعه البي ري. هنا انت مش عايزه جاما خالص. حد معايا ولا فين؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايز اكملها. معلش اكملها بس. يعني انا هنا بيقول لي ان انت عندك درجه الجاما بتاعتك منين؟ من كلر مابنج اللي هو هنا شايفها؟ طب هنا القيمه بتاعتها كام؟
اتنين واتنين. اتنين واتنين من عشرة اهي. اها. اللي هي دي. تمام. طب عايز استخدم اللي هي بتاعت الماكس. هتيجي تقول هنا color mapping and gamma. يبقى كده اتنين واتنين من عشرة من هنا. واتنين واتنين من عشرة من جوه. يبقى كده انت بتدي درجة light كام؟ اربعة واربعة. تمام. لا والله انا مش عايز جاما خالص. حاجة اقول له لا انا لو سمعت انا مش عايز جاما خالص. تمام. يبقى انت عندك امكانيه ان انت تستخدمي اكمل بس دي اكمل دي طيب اوكي. يبقى انا كده عندي امكانيه استخدام البرايتنس هنا من الفي راي او من الفي راي و3 دي ماكس او ما فيش جاما خالص. دي مهمه خلي بالك الكلام ده مش هيظهر عندك الا من جوه ادفانسد هنا يعني بدل كلمه ديفولت اهي هتخليها هنا ادفانس. طب انا مش فاهم حاجه وعايزين مثال. انا دلوقتي جيت خليته هنا كلر مابنج اند جاما وجيت قلت له هنا رندر هنا كمية الإضاءة عاملة إزاي؟ 2.2 من 10 و2.2 من 10 عندك من جوه يبقى 4.4 من 10. حاجة أقول له ريندر كده وأشوف في فرق ما بين الشوطين أه ولا لا. حد حاسس ان في فرق في اللايت او البرايتنس بتاع المكان؟ ولا هو هو؟ لا زيد. واضحه ان هو زاد يعني؟ اه اكيد. حاجه اعمل هنا سيف استوب بس بدل ما استناه واجي اعمل هنا كده سيف اهي عندي هنا ادي الصوره القديمه اهي وادي الصوره الجديده يبقى انا كده حطيت واحده A وواحده B اهي هتشايفها كده انا اقدر اقارن بقى هتشايف؟ اه دي في منتهى الاهميه موضوع المقارنه ده في منتهى الاهميه ده بيديك امكانيه ان انت تقول ان الجاما دي زياده لا معلش انا هروح اخليها هنا مثلا 1.5 واقول له هنا رندر طب انت عملت ايه هنا؟ انا رحت قللت درجه الجاما اللي موجوده عندي في الكادر تبقى مع عمليه وسط ده الاضاءه اللي انا رحت عملتها فين؟ بالفي ري سكاي. طب انا عايز اروح احط صن. طب هاجي كده هجيب الكادر بتاعي ده كده اهو وهاجي عندي هنا من اللايت وهاجي اقول له في ري لايت وخلي بالك عشان ايه احنا كنا شغلنا في ري اهو وهاجي اقول له هنا في ري صن. هرسمها ازاي؟ زي ما انت رسمت الكادر اللي هو كده بتاع البحر هقف بعيد وادوس وان كليك واسحب واخلي التارجت بتاعي عندي فين؟ جوه المكان اهو بشيل صباعي وانس ان انت شلتيه بيقول لك ايه؟ هل انت عايزه فيري سكاي؟ اه لو سمحت. اه بس خلي بالك انت عندك قبل كده انت عامل فيري سكاي عايز تعمل ريبليس؟ اه لو سمحت. طب ليه؟ ما هو مش منطقي ان انت عندك السماء تكون منوره وانت طافي ايه؟ اضاءه الشمس فلازم الاثنين يكون لينكد سوا. بعد ما انا رحت عملت الشمس هروح اظبط البوزيشن بتاعتها زي ما احنا خدنا بردك في شط البحر بتاع المره اللي فاتت. هرفع الكلام ده فوق اهي دي زاويه الميل بتاعتها شايفه؟ وابتدي ان انا اتحرك بيها يمين وشمال على حسب الظل بتاع اللي داخل من الشبابيك. بس هل فعلا الاشعه داخله من الشباك؟ تعالى كده خش على موديفاي. طبعا انت كده كده اصلا في موديفاي هتلاقي في حاجه كتير يعني اللايت عايزاه يظهر اه او لا عايزاه انفيزبل يكون سورس اوف لايت مش باين. في عندك حاجه اسمها افكت ديفيوز وسبيكولار ده الكلام ده منين اخد الماتيريال الكلام ده يظهر في الماتيريال اه ولا لا. هتلاقي في عندك سايز مالتي بلاير دي اللي هي قرص الشمس هروح اخليه مثلا فرضا خمسه. هتلاقي في عندك اللي هي الفوتون ايمت ريديوس دي هكبرها لو حد شايف كده في التوب هتلاقي ان انت عندك عشان ادخل الريز من التلات شبابيك اهو شايف حد شايفها اه ولا لا؟ اه يا باشمهندس. طيب ثم بعد ما انت هتخلصي الكلام ده الجراوند اللي احنا خدناها بردك المره اللي فاتت هروح اخليها درجه لون ابيض. هل في حاجه هتظهر؟ باشمهندس هو احنا ليه بنخلي اللون ابيض؟ ممكن اخليه ابيض ممكن اخليه اورنج زي ما انت بتبصي مدى بعد عينك كده ما بين البحر والارض او ما بين البحر والرمله او السماء خدتي بالك؟ هتلاقي في خط ابيض او جراي او اورنج على حسب الايه التوقيت اللي انت بتعمليه. مش عارف حد شايف في فرق اه ولا لا؟
خلي بالك على حسب التارجت ما انت بتحطيه، على حسب ما بيرمي لك ظل الاضاءه اللي موجود عندك تحت. هتشايفها؟ اختفى الثاني. لا هي بتظهر بس بطيئه شوي. حد شايف البراد اللي هو عليه مربع احمر ده؟ فين؟ اللي فوق ده. شايفين اللي جنبيه لو ضغطت عليه مطرح الماوس ما موجوده ما هيبتدي يعمل ريندر. يعني انت بتوجهيه يعمل الريندر فين الاول؟ الاول مطرح ما انت واقفه بالماوس. حد شايف؟ مطرح ما واقفه ايه اللي بيحصل يا باشمهندس؟ مطرح ما انت بتوقف بالماوس بيبتدي الريندر من مكان ما انت واقف. تمام. يعني هو بيعمل إيه ريندر للبيكسلز في المكان ده الاول؟ ايوه، لان انت قلتي له على حسب مكان الماوس. شايفه؟ ايوه. ايه الميزه يا باشمهندس في الموضوع في كده؟ يعني ان انت عامله تغيير معين في حته معينه انت عايز تشوفيها الاول، او انت ممكن ما تستخدميش دي خالص. انا ممكن اجي اقول له هنا ستوب، واجي هنا بالبراد اللي عليه مربع احمر اقول له لو سمحت رندر لي الحته دي بس. دي بتوفري في الوقت. صح، لانه بياخد وقت فعلا. احنا مقللين اصلا كمان في الريندر، يعني المفروض هي دي لو هي دي الفكره بقى، ان انت بتروحي تحددي مكان معين عشان يبتدي يروح يعمله ريندر. دي حضرتك جبتها منين؟ معلش، من البراد. لو عليه مربع انا كده شفت الاضاءه بتاعتنا. احنا دوبك خدنا الاضاءه اللي هي عباره عن ايه، اول حاجه اللي هي سكاي لايت لانها لا تكفي، روحت زودت الجاما من المكان اللي احنا اتفقنا عليه لانها بردك يعني مش مديان الايفكت اللي انا محتاجه، رحت رايح مزود كمان ورحت حطيت سان لايت عشان يدين الايفكت اللي هو بتاع الشمس على الارض. لقيت بردك ان الدنيا مش ظابطه قوي. ليه؟ وارد ان انت تكون انت واخده الكادر بتاعك الشوت بتاعك واخداه ايه مساء، فانا هروح انزل الشمس دي كده. حد فاكر؟ فانت بطبيعه الحال لما انت هتيجي تعملي هنا كده ايه ريندر، هتلاقي ان انت عندك الكادر بتاعك بقت الاضاءه بتاعته يعني تكاد تكون ايه، خلاص ده منظر الغروب، مش عارف حد شايفه ولا لا، او بوادرها حتى باينه ولا لا. شويه بردك المنظر معتم كان احنا فعلا عندنا الغروب، يا دوبك انا مفتح بس ايه الشبابيك بتاعي. طب انا هعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان انا في عندي نوعين من انواع الاضاءه، في عندي الاضاءه الطبيعيه والاضاءه الصناعيه. الاضاءه الطبيعيه احنا اتكلمنا فيها اللي هي السكاي لايت، واتفقنا كمان في السان لايت اللي احنا اتكلمنا فيها حالا من شويه. لو انا جيت دخلت على اللايت اللي هو البي راي يا محمود، واجي اخش هنا على اللايت ثم كنا بي راي، وهتلاقي في عندك هنا ابو حنفي محمود في راي لايت. تمام، حضرتك هتيجي هنا كده وعايز اروح اعمل في راي لايت. يا نهار ابيض محمود، ده الدنيا زحمه قوي. احنا اتفقنا على حاجه مهمه قوي او امنيه اللي هي حاجه اسمها ايزوليت، اللي هي انا اروح اعزل او اروح اخفي كل حاجه ما عدا اللي انا ماسكها، واجي اقول له هنا الت كيو ما يبقاش عندي الا ده. ثم حاجه هنا الفي ري لايت. الفي ري لايت ده يا جماعه ما هوش نوع واحد، ده جوه خمس انواع. حاجه اخد البلين لايت وهاجي هنا كده في السناب، واروح جاي واخد منه فيرتكس فقط، واروح جاي واخد من هنا كده وعامل كريت لايه؟ للايت. اتعمل على الشباك؟ محتاج حد يكون مركز معايا. بس بيطلع اضاءه فين يا محمود؟ بيطلع الاضاءه لبره. تعالى نعمل ميرور ميرور واروح اعمله معكوس اهو. اوكي طب بس خد بالك بقى، كل لايت هتروح تعمله انت محتاج ان انت تخليه هنا انستنس. يعني لما اجي اعدل واحد الكل الله ينور عليك. فانا هاجي ادوس هنا شيفت واروح واخد ده كده، هاخد ده انا كده في الفرونت اهي، هاجي هنا بمو امسك دي كده من هنا اهي شفت، اروح طالع كده. حد شاف ايه اللي طلع؟ سيبك من المنظر اتعكس ده كده هايس، وانا كده محتاج اني اروح اعمل ايه ريستارت للماكس. امسك اللايت بتاعك وتعالى دوس على اللوك اللي هو ده عشان امسك الشباك ده فقط. اللوك ده اختراع مريح جدا في الشغل. طبعا بس كده هو كده محتاج ان هو يتراستر تاني. يعني ممكن اعمل هنا كده سيف عشان ايه، ممكن اقفل الماكس وافتح، بس انا ايه مهم ان انا اخد الشباك ده اللي هو كده دلوقتي. انا كده بحاول وممكن ما يجيش، بس ايه تجربه هو كده ما جاش برضه. كده هو محتاج ان هو ايه تعمله ريستارت. تعال نشوف كده
لوك اهو انستنس واعمل بردك لوك اهي. حد معايا ولا فين؟ تمام مع حضرتك. طيب حاجه شيل بقى صاحبنا ده كده، هرجع كل حاجه كما كانت لاصلها، وتعالنا كده نعمل ريندر. خلي بالكوا احنا ما خدناش ولا اوبشن من الاوبشنز الموجودين من جوه، مجرد رحت عملت بلين لايت وحطيته على الثلاث شبابيك بالسناب فقط. طب احنا هنقفل السان لايت ولا نسيبها معاها برضه؟ زي ما هي، بس قولي كده ايه رايك الاول. هو كده راح نور؟ او حد حاسس ان في اضاءه زياده؟ تقريبا في الشبابيك نورت كده. نعم علشان بس النت اتقطع. لا ما دخلتش لجوه شويه، لا ولا اي حاجه خالص. انا كل اللي انا جيت عملته ان انا عملت هنا ايه، جيت هنا من اوبشنز وجيت خليته هنا انفيزبل، يعني شلت اللي هو ايه مكان سورس اوف لايت. تمام. وجيت هنا اهو ابتديت اقول لكم ان انت عندك او اشرح اللي هي جوه جنرال، في عندي هنا اوف او اون، اقفل لايت اه ولا لا. تمام. تارجت انا محتاج ان يكون في تارجت، يعني اخر مكان ينور فيه على بعد كام متر او كام سنتي. واللينث والويدث بتاع الشباك قد ايه؟ والمالتي بلاير اللي هي قوه الاضاءه كام؟ ولون الاضاءه لو انت عايز تغير لون الاضاءه، والاوبشنز اللي هي اللي موجوده عندي، عايزه شادو اه ولا لا، عايزه تو سايد، يعني انت عايزه ان الشباك ينور بره جوه اه ولا لا، ده انفيزبل يبقى سورس اوف لايت مقطوع اه ولا لا، يعني موجود اه ولا لا، سورس اوف لايت دي كي. حد عارف يا جماعه الفرق ما بين الاضاءه الليزر والاضاءه العاديه اللي بتاعت السبوت لايت او بتاعت الكشاف العادي؟ اه ايه الفرق؟ بيبقى يعني زي الفتحه بتاعته بينتشر التاني، بيبقى مركز في نقطه معينه. حلو، يعني بينتشر يعني بيضعف، كل ما بعدت السورس عن التارجت بتاع اللايت كل ما بيضعف زي الكشاف العادي. هنا انت بتقول له ايه؟ نو ديكي. طب انا عايزه ازاي الليزر؟ يبقى انا عايز ديكي. يبقى كده القوه مهما كان بعد السورس عن التارجت هتبقى بنفس القوه بتاعتها زي الليزر بالظبط. يعني لو عملت نو ديكي يبقى ليزر؟ طبعا. بص اللايت هيبقى عامل ديك عامل ازاي؟ نفس القوه مكان ما هو خارج لحد ما يوصل في النهايه هتلاقي ان هو مولع الدنيا، شايفه؟ ما بيضعفش يعني. بص كده لو انا شلت الديكي حد شايف الفرق؟ اه هدي شويه. مش هدي، هو كل ما السورس بتاع اللايت بيبعد عن التارجت كل ما الاضاءه عندك بتايه؟ بتخف وبتنتشر. وصلت؟ كده وصلت؟ اه. طب حد يعرف يعمل دي؟ ماشي. يلا اعمل وتعالى وانا هسيبها ترندر لحد الاخر. لحد ما نقعد ما تدور. يا كل الاجابات دي؟ هنغير مش عارفين. طيب يترسم مثلا وبعدين ماشي. اه ده انا محتاج ايه؟ ده انا محتاج شكل متفصل عشان اروح احط عليه لايت. يبقى انت بلاش، انا محتاج اروح اعمل هنا اهو اسقط اضاءه عندي في بيت النور اللي موجود من فوق، حد شايف؟ اه انا محتاج. طب انا محتاج في واجهه الفندق او واجهه المحل او واجهه المكان ان انا اروح احط لايت، يعني خلي التكست بتاعي ينور. حد معايا ولا فين؟ يبقى انت كده محتاج ان انت تروح تعمل ايه؟ محتاج اروح اعمل حاجه اسمها مش لايت، وده تاني نوع من انواع الاضاءه. ايوه اللي هو بيعمل ايه يعني؟ هقول لك. يعني انا هاجي هنا اهو كده في المكان ده، تعالى ارجع بس كده اندو عشان الكادر القديم بتاعنا، وهاجي اخش من هنا كده زوم اوت عشان ابين ايه الشكل اللي موجود عندي من فوق اللي هو ده. طب انا هعمله ازاي؟ الاول السقف ده كده هتكليك يمين وتعمله هنا هايد، وده اروح اخليه هنا برسبكتيف عشان اتفرج بس مش اكتر، انا مش هلعب في اي حاجه. ده المكان من فوق اهو، حد شايف؟ اه. حد معايا ولا فين؟ اه موجودين بس موجودين مش بس. وهاجي كده اروح منزل الاضاءه بتاعت الشمس شويه اخليها كانها غروب. طيب عايز احط هنا اهو اعمل ليد لايت، اعمل اللي هي ايه اللايت اللي هو الليد اهو. فانا هاجي هنا كده عندي بلين لايت، الله مش هينفع بلين لايت ده، انا لازم اروح اعمل ريكتانجل، اجيب هنا شيب اهو. ايوه بس ده ريكتانجل اه عادي.
اترسم فين عندك؟ اترسم عندي على الارض اهو. فين هو اهو؟ هل شايفه؟ اه تمام. هشتغل فيه ازاي؟ انا هكبر ده كده اهو. ولو انت شايف ان في زحمه انت ممكن تيجي هنا اهو تخفي اللايت، يعني ممكن اجي اقول له هنا لو سمحت اخفي لي اللايت، اخفي لي الكاميرا مش الغيها، انت بتوفر على نفسك بس ايه زحمه. وهاجي هنا الموديفاي واجي اقول له لو سمحت ريندرنج انيبل ريندر انيبل فيو فور، واروح اخلي هنا الثيكنس او التخانه بتاعه الريكتانجل اللي انت عملته اهو. هتشايف قيمه خرطوم اللايت اللي انت عايز تعمله اهو. هتشايف حاجه اهو؟ تمام. وسقطه مكانه فين مكانه؟ انت باصص هنا اهي. هتشايف حاجه؟ اهي. حد معايا يا جماعه لفين؟ اه خلي بالك هو لسه موجودين يا باشمهندس. لسه ما زال يا محمود لسه ما زال ايه؟ 2 دي. هقلله كده عشان ابيته مكانه طول وعرض. بس خد بالك هو لسه ما زال 2 دي. طب ايوه هنعمل ايه يعني؟ مش فاهم. هو انا كنت بحول 3 دي ازاي يا جماعه؟ رايت كليك كده توبولي ماشي. ايوه. هاجي هنا اهو، هاجي اخلي دي كده كاميرا بتاعتي، وهاجي هنا اهو كده اقول له هنا كده ان هايد اظهر الحاجه اللي انا خافيها اهي، وهاجي احوله كليك يمين لو سمحت روح حوله لي كونفرت تو بولي او ماشي زي ما انت عايز. خلاص هو كده بقى 3 دي رسمي يعني. طب ثم تعالى بقى نخش على اللايت. ادي اللايت وادي الفي ري لايت، واجي هنا اهو هاخد الميش لايت اهو اللي هو ده، وهاجي اقول له هنا اهو بيك في اي مكان، بيك انا دوس اون كليك في اي مكان. طب ثم حاجه اخش هنا من موديفاي، في عنوان عندك اسمه مش لايت هنا يا محمود، هتلاقي عندك بيك المش مطفيه لازم تروح تجيبها من موديفاي. بيك مش اهي، واجي اخد الشيب اللي انت جيت عملته اللي كان 2 دي وبقى 3 دي اللي هو وانس ان انت دوست عليه وان كليك اتقلم عندك ايه هنا يا محمود؟ ده بالبولي اه في ري لايت. اه طب عايز اعدل منه خلاص عادي، كانه بين لايت بالظبط. ادي القوه بتاعته في مالتي بلاي، وادي اللون تعالى نخليها مثلا داخل على اورنج شويه بس كده اهي. القوه بتاعته 30، لا معلش خليها لي هنا هو 200. خلاص اللون خلاص. تعالى بقى كده ننزل بنفس الاوبشنز اللي احنا خدناها من شويه، عايز شادو عايز انفيزبل عايز عايز وهكذا. تعالى نخش هنا كده ونعمل ريندر، شوف كده في حاجه هتظهر اه ولا كده في حاجه نورت.